السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة. حالة من الخوف والرعب تضرب الكيان الصهيوني بمدنه ومؤسساته العسكرية والأمنية وحتى الصحية بعد سلسلة من الجرائم والاغتيالات والتصرفات الغير محسوبة المرتكبة من قبل رئيس وزرائه نتنياهو، سواء في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو حتى في بلدان محور المقاومة في العراق وإيران ولبنان وسوريا واليمن. والدعم الأمريكي العسكري بالتأكيد هو أول الواصلين والمساندين لنظام نتنياهو، والمتمثل بحاملة الطائرات إبراهام لينكولن وسفن حربية لتخفيف والتقليل من أثر وضرر الرد الحتمي من محور المقاومة، رغم تظاهر وإدعاء الرئيس الأمريكي بايدن بعدم علمه بقرار نتنياهو باغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية. أرحب بكم مرة ثانية وأرحب كذلك بضيوفنا الأكارم بالاستوديو، الأستاذ محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، وعبر سكايب من بيروت الست زينب عقيل الباحثة في الشأن السياسي، وبانتظام أن ينضم لنا عبر سكايب الأستاذ علي أكبر برزانوني الإعلامي والمحلل السياسي من طهران. أرحب بك مرة ثانية أستاذ محمود، وأتساءل قراءتك للمشهد الحالي وهذا التصعيد. هسه ما نعرف متوقع غير متوقع من نتنياهو، لأن نسمع بالفترات الأخيرة عن اتفاقات وممكن وقف لإطلاق النار، ويطلع لنا نتنياهو كالعادة بهذه التصرفات والاغتيالات. فبالتالي شنو الغاية اليوم لرئيس وزراء الكيان الصهيوني من هذه العمليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولتغطيتكم المباركة هذه ولمشاهديكم الكرام ولضيوفكم الكرام سواء الدكتورة زينب أو الأستاذ علي. سيدي الكريم، الأحداث تنمو في منطقة غرب آسيا والشرق المتوسط بشكل متنامٍ، ليس فقط فجرته أحداث طوفان الأقصى، إنما هي المنطقة تنذر بتحولات كبيرة قبل حتى المعركة. و الولايات المتحدة في عهد ترامب كانت قد أكدت، وعلى لسان ترامب، بأنه لم تعد منطقة الشرق الأوسط من أولوياتها، بل أكد أنه حتى كأمريكا لسنا بحاجة إلى نفط الخليج. السبب أن الولايات المتحدة قد عانت كثيرا من هذه المنطقة وتحاول بشكل أو بآخر أن تفر منها وتذهب إلى المعارك الكبرى والخصم الأكبر وهو الصين وكذلك روسيا. فالحرب الأوكرانية تشغل الولايات المتحدة كثيراً في بعدها العسكري، خاصة أن روسيا هي مجاورة إلى أوروبا، حلف الناتو، وهي مصدر الطاقة لهذه الدول، واضطرت هذه الدول أن تتمدد بعيداً للبحث عن مصادر الطاقة بأثمان باهظة، وأثر على اقتصادها مثلما هي بحاجة إلى وقود مستمرة كجيد. هذه القراءة أستاذ محمود تخالف الواقع الحالي، يعني أمريكا اليوم تدخل ممكن وتدعم بشكل مباشر الكيان الصهيوني بحرب اللي أدخل بها نتنياهو. ولكن بعد معركة طوفان الأقصى، عندما نقول أراد أن ينسحب، فعلا في عهد ترامب وما لحق به قد انسحبت الولايات المتحدة من مواقع عسكرية مهمة، وخسرت في أفغانستان وخسرت في العراق، وكذلك انسحبت من بعض المواقع. ولكن بعد معركة طوفان الأقصى استطاعت إسرائيل أن تجرجر أمريكا إلى المنطقة ثانية وأن تربط مصير البلدين معا. هذا الأمر فيه نقاش وحوار كبير يخص، فأن تكون ثابتا في موقعك غير أن تعود له عن غير رضا، ولكن هكذا هي اضطرت أن تدفع بقطعاتها العسكرية وأن تربط المصير معا.
لدينا في أدبياتنا القديمة في سبعينيات القرن الماضي، كنت قد طالعت دراسة لكاتب غربي لا أتذكر اسمه الآن، يقول أن واحدة من أسباب انهيار الولايات المتحدة إذا ما انهارت يوما هي إسرائيل، إذا ما ربطت أمريكا مصيرها بمصير إسرائيل. وقال أيضا أن الظروف التي أنشأت إسرائيل ربما ستأتي يوما ظروف أخرى تجعل إسرائيل أكثر ضعفا وهزيمة. ما يجري الآن في كل هذه الأحداث هي ليس حدث طارئ، يعني معركة طوفان الأقصى هي ليس بالحدث الطارئ على المنطقة. غزة شهدت 5 معارك قبل معركة طوفان الأقصى، ولكن المدد مختلفة، ربما أطولها 55 يوم. طوفان الأقصى أستاذ محمود 10 أشهر من عدها موجودة الجرائم والمجازر اللي يرتكبها الكيان، لكن سلسلة الاغتيالات هذا فشيء مستجد بمعركة طوفان الأقصى، الاغتيالات المباشرة ممكن أن تكون هي سياسة للكيان الصهيوني، سياسة قديمة واتبعها من قادة المقاومة الفلسطينية، لكن بهذا الوقت وبهذه الحرب ممكن تكون لأول مرة بهذه القوة وبهذا المستوى. لا، ولكن صداها أصبح أكثر قوة، وإلا هي يعني هو 2700 حادثة اغتيال إسرائيل على قادة وفروع المقاومة فمن عام 48 لحد الآن. واحد من منهجية إسرائيل هو الاغتيالات، ولكن هذه المرة وقع هذا الحادث في بلد بمستوى الجمهورية الإسلامية، هذا الذي غير وجعل الأكثر صدى. راح أرجع أناقش هذه النقطة. أنتقل لك الأستاذ علي وأرحب بك مرة ثانية وأتساءل، هل أنه هذه الهجمات وهذه الاغتيالات ممكن أن تعد أو تسوق نصر للكيان الصهيوني بهذا التوقيت؟ تحية لكم وإلى ضيوفكم ومشاهدينكم الأعزاء. نعم، هذه الاغتيالات لا تؤثر على قدرة المقاومة ولا تؤثر على وحدة بين صفوف المقاومة، بل سيزداد وستزداد قوة ووحدة بين مقاومة. لهذا السبب أنا أستطيع أن أقول هذه الاغتيالات، الكيان الصهيوني عبر هذه الاغتيالات لا يستطيع أن يصل إلى أي نتيجة أو أي هدف من أهدافه، لكن هذه الاغتيالات تدل على ضعف الكيان الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني الفاسد والقاتل. إذا شنو الغاية من شنو اللي يريده من عدها الكيان؟ شنو اللي يريده من هذه الاغتيالات؟ هو يريد أن من أجل فتنة، يريد من أجل توسيع الحرب بالمنطقة، يريد أن يجر أمريكا إلى حرب مباشر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أمريكا التي اليوم لا تستطيع أن تدافع أو تحمي قواعدها العسكرية في المنطقة أمام هجمات قوات المقاومة أو هجمات الحشد الشعبي أو حركة أنصار الله في اليمن أو حزب الله في لبنان أو جمهورية الإسلامية الإيرانية. وحتى أمريكا أيضا لا تستطيع أن تحمي الكيان الإسرائيلي والكيان الصهيوني أمام الرد الإيراني، لأن الرد الإيراني على هذه الاغتيالات سلسلة من الاغتيالات كما تفضلتم. في جنوب لبنان تم اغتيال قائد الكبير فؤاد شكر، وأيضا في طهران تم اغتيال المجاهد الكبير والمنازل الكبير الحاج إسماعيل حنية، وأيضا في العراق الإخوة الآخرون تم اغتيالهم. وأمام هذه الاغتيالات جمهورية الإسلامية الإيرانية لا تستطيع أن تسكت، ومحور المقاومة لا يستطيع أن يسكت أمام هذه الجرائم النكراء والبشعة من قبل الكيان الصهيوني الغاشم والظالم وبدعم أمريكي. لأن نتنياهو بعد عودته من أمريكا أخذ ضوء أخضر أو أخذ دعم أمريكا من أجل إجراء هذه العمليات واغتيالات، لكن هو لا يستطيع أن يصل إلى هدفه عبر بالتالي هذه الاغتيالات. أستاذ علي هي بموافقة أميركية وبعاز أميركي،
عكس ما يسوق بايدن في الإعلام الأمريكي أنه الأمريكان ما عندهم علم أساساً بهذه العمليات والاغتيالات، وخصوصاً اغتيال القائد إسماعيل هنية. أمريكا دائماً تكذب، أمريكا كذابة بالعالم، وهي دائماً تقول علناً نحن لا نريد توسيع الحرب، لكن بالخفي تدعم الكيان الصهيوني وترسل الأسلحة والمساعدات التسليحاتية والمالية إلى كيان الصهيوني. لهذا السبب لا نثق بالأمريكا وبإدعاءاتهم وبتصريحاتهم أمام الشاشات أو التلفاز. أمريكا كذابة، وهي تقول شيئا في الخفا وتقول شيئا آخر علنا. طيب. لهذا السبب أمريكا دائما رئيسية والشريكة رئيسية للكيان الصهيوني. وهذا ما يثبت الوضع الحالي، ومثل ما أشرنا بالمقدمة تحرك حاملة الطائرات والسفن الحربية وغيرها من المعدات. أنتقل بالسؤال إلى الست زينب عقيل من بيروت، رحب بتواجدك مرة ثانية بهذه التغطية، ونتسأل عن السيناريوهات الممكنة ما بعد هذه العمليات. هسه البعض ممكن يرشح أنه سيناريوهين هن الأهم، إما حرب إقليمية شاملة مع كل الجبهات، وإما خفض للتصعيد، وممكن اتفاق ما بين الكيان الصهيوني وما بين المقاومة الفلسطينية وتسوية للأمور. نعم، أهلا وسهلا بكم. أريد قبل أن أجيب عن هذا السؤال أن أتحدث عن مسألة الاغتيالات. تمت مسألة مهمة جدا في هذا الموضوع، بأنه العدو يلجأ إلى الاغتيالات لسببين، الأول تكتيكي والسبب الآخر هو استراتيجي. السبب التكتيكي يكون بأنه يظن أنه عندما يقوم بعملية اغتيال لرأس أو لشخصية أساسية ضمن التشكيلات العسكرية أو السياسية، فأنه سيحصل بلبلة أو سيحصل نوع من التشرذم، أو يعني ستحتاج هذا التنظيم سيحتاج إلى بعض الوقت لكي يعيد تنظيم نفسه، ومن ثم وفي هذه المرحلة هو يقوم أيضا لملمة نفسه واتخاذ الخطوات التي يريد أن يتخذها. أما على المستوى الاستراتيجي، وهنا في حالة يعني انه السؤال الذي يجب ان نطرحه، انه لماذا ما هي الخلفيات التي جعلت العدو او الكيان الاسرائيلي يضرب ايران، يعني يرد على هذا المستوى، ان تكون عمليه الاغتيال في الداخل الايراني على هذا المستوى. هنا ياتي الجواب على المساله الاستراتيجيه، وهي بانه هي بالكامل هي رد فعل على الضغوط التي والصراعات التي نشأت في المنطقة بسبب إيران بطبيعة الحال. هذا في طبعا هناك تفصيل أكبر في موضوع سبب الاغتيال يعني، ولكن للاختصار وللإيجاز. أما بالنسبة لموضوع السيناريوهات، تم سيناريوهين كما تفضلت. الأول هو جر المنطقة إلى حرب، وهذا ما يريده الإسرائيلي. في البداية حضرتك طرحت سؤال أنه نتنياهو لماذا يتصرف هذه التصرفات؟ نتنياهو لديه حالة منطقية واحدة يمكنه أن يعول عليها لكي يقوم بأي شيء، وهي أن يقوم بالاستقالة وأن يوقف هذه الحالة. ولكن نتنياهو إذا قام بالاستقالة وأوقف هذه الحالة، فأن مصيره هو السجن أو ستنتهي حياته السياسية بطبيعة الحال. لكن حتى الأوضاع الحالية، عذرا للمقاطعة، حتى الأوضاع الحالية ما ولدت فد رصيد سواء في الانتخابات أو رصيد شعبي وجماهيري بداخل الكيان. على العكس، اليوم نشوف انقسامات، نشوف استقالات من قبل ضباط كبار في الكيان الصهيوني، وخير مثال وزير الحرب أو وزير الدفاع غالانت وغيرهم من الضباط. نعم، هو يلعب على وتر واحد فقط في توحيد هؤلاء جميعا، وهو العداء للمسلمين والعداء العرب، والحلم الذي لهم 70 سنة يجعلون الشعب يحلمون به ويربونهم على الأحقاد تجاه هذه الأمة ووجودهم أصلا في فلسطين. بطبيعة الحال عندما نفسر، عندما نتمكن من تفسير سلوك نتنياهو، وهو بأنه سلوك عشوائي جدا، وبأنه يتصرف بحسب الرغبات ولا يتصرف بحسب المنطق وما يجب ما ينبغي أن يحصل لكي ينتصر في الحرب، هو يتصرف بالتفكير بالتمني كما يقال. إذا أردنا أن نفكر يعني بالتحليل،
هذا ما يخص. ومن هنا سيؤدي هذا الصراع، هو يريد زج إيران، ولهذا قام بضرب القنصلية الإيرانية لكي في دمشق لكي تدخل إيران في الوسط، ومن ثم تتدخل أمريكا وتحصل هذه طيب. يعني يا أما الحرب هذا ما يخص ما يخص وضع الكيان، يا أما يعني يجب أن يحصل تحول كبير لكي يتمكن نتنياهو طيب. من أن يحصل على مكسب معين طيب. هذا ما يخص جانب الكيان. نعم. راح نرجع للسيناريو الآخر إن شاء الله. أستاذ محمود، هذا ما يخص جانب الكيان الصهيوني وسيناريوهات المتوقعة في الفترة القادمة. ما يخص قادة المقاومة، تابعنا الخطابات ما بعد عمليات الاغتيالات والهجمات للكيان الصهيوني، تابعنا خطاب الإمام الخامنئي بعد استشهاد إسماعيل هنية، تابعنا خطاب السيد حسن نصر الله، عبد الملك الحوثي، غيرهم من قادة محور المقاومة. أثرت هذه الاغتيالات والعمليات على مستوى الخطاب ولغة الخطاب؟ يعني لكل حادثة حديث. نوع الحادثة التي وقعت هي حادثة اغتيالات. طيب. الاغتيال هو قيميا يعتبر حالة سيئة في حالة الحرب، لأن بعيد عن نظام الفروسية ونظام القيم في الحرب. الطعن من الخلف مذموم لدى كل أهل الأرض، حتى إلى الكاوبوي عندما في أفلامهم في كذا يعتقدون مباشر أن من يريد أن يقاتل يجب أن يقاتلك الوجه للوجه. أعتقد أكو شاعر يقول: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. أن المقاتل يتفاخر بأنه إذا أريد أن يصاب يصاب من الأمام وهو يتقدم، وكذلك خصمه. فنظام الغدر جزء من قيم وأخلاق ومبادئ الصهاينة. فعندما قاموا بكل هذا الحادث، قطعا ردة الفعل، لاحظ أن ردة الفعل، نحن مجتمع شرقي نعتقد أنه أولا عملية الاغتيال هي غير أخلاقية. بمعنى الآن هل شهدت أن أحد قادة المقاومة قد اغتال أو دعوا إلى عملية الاغتيال للصهاينة الذين القيادات الصهيونية التي تستحق الحقيقة الاغتيال، ولكن لا يرون فيها قيما ومبادئا. الحادث عندما وقع في الجمهورية الإسلامية، نحن في كقيم شرقية نعتقد هذه هي أسوأ أنواع الحرب مع خصمك. لماذا؟ لأنك تقتل ضيفي الذي هو في بيتي. قد يكون لدى الغرب الموضوع ليس في شأن كبير يعني، ولكن في المجتمع الشرقي ما موجودة قيم قيم المجتمع الشرقي والعرب وهذه العادات والتقاليد المعروفة عندنا كمسلمين وكشرقيين عموما يعني. فلذلك تجد أن حجم الانفعال في الخطاب مقرون بهذه الحيثيات التي تحدثنا عنها، أنهم قد غدروا وأنهم استخدموا قيما بعيدة عن قيم الحرب وقتلوا الضيف. عندما تقتل ضيف طبعا هذا أمر مشين على الصاحب الضيافة في أرضه. ولذلك تجد أننا جميع الخطابات وجميع التغريدات التي وردت على ألسنة القيادات المقاومة، سواء كانوا في جبهات المقاومة أو القادة في الجمهورية الإسلامية، جميعهم أجمعوا على خطاب واحد: الثأر أولا، وثانيا أضافوا إلى كلمة الثأر القاسي، أنك مجرد ترد وأن تكون قاسيا، ردك يكون قاسي. كلمة القاسيا أضيف لها لماذا؟ لأن خصمك قد قاتلك بقيم بعيدة عن قيم الحرب وقيم. فهنا وجوب القساوة بالتعامل مع الخصم، أن تكون ردة الفعل، لاحظها على ألسنة جميع القيادات، أن يكون فاعلا وقويا. الأول هو رد طبيعي، أن تكون الحرب بالحرب أو العين بالعين. والثاني أضيف لها لأنها معركة قد دارت في خارج قيم الحرب. مثلا عندنا بالتاريخ معركة داحس الغبراء وغيرها من المعارك التي ربما دارت على أرض الجزيرة، ربما دامت 40 عام. حرب البسوس لماذا دامت 40 عام؟ لأن جساس قد قتل كليب من الخلف، فدام الثأر 40 عام، بينما هي 1-1 المفروض تنتهي. سبب إدامة الحرب
طريقة الغدر، طريقة القتل هي غير مؤدبة وغير أخلاقية. هذا العفو. انتقل لي الأستاذ علي، تفسيرك لخطاب الإمام الخامنئي بعد هذه الحادثة، وماذا بني في الداخل الإيراني ما بعد هذا الخطاب وما بعد هذه الحادثة إلى وقتنا الحالي؟ نعم، القائد الثورة الإسلامية الإمام خامنئي حتى الضوضان أكد على الانتقام وثار من دماء الشهيد إسماعيل حنية وأيضا شهداء المقاومة، وهذا الأمر حتمي لدى محور المقاومة ولدى جمهورية الإسلامية الإيرانية. في هذه المرحلة ستجري إيران ودول المحور المقاومة عمليات الوعد الصادق الثاني ضد كيان الإسرائيلية وبكل قوة ومدروسا وأيضا موحدا. لهذا السبب يجب على الكيان الصهيوني أن ينتظر إلى رد محور المقاومة. والأمر الثاني أود أن أشير إلى هذه النقطة، نتنياهو يريد عبر هذه الاغتيالات أن يخلق انتصارا وهميا ويرمم قدرة الرد لدى كيان الإسرائيلي، وأيضا يريد أن يضعف محور المقاومة، لكن هو لا يستطيع أن يصل إلى أي هدف من هذه الأهداف. هي محاولة لهز الثقة، إذا نأخذها بمعنى أدق، هي محاولة لهز الثقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك نسمع بوسائل الإعلام الأمريكية عدة سيناريوهات للحادثة، مرة عملية اغتيال مدبر، مرة اغتيال من الداخل الإيراني، مرة أكو سيناريو لغدر وخيانة، فنسمع هواية سيناريوهات بالإعلام الأمريكي. نعم، كما قلت هم لا يستطيعون أن يحقق أي شيء في داخل إيران. هناك اليوم كل شعب الإيراني يطالب بالثأر، يطالب الانتقام، وأيضا كل العالم. يوم الأمس على سبيل المثال في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا كانت مظاهرات ومتظاهرون كانوا يطالبون بثأر الدم والانتقام. اليوم أصبحت قضية فلسطين قضية عالمية، من قبل كانت قضية عربية وإسلامية. اليوم كل أحرار العالم، كل شعوب الحرة في العالم هم يطالبون الثأر، يطالبون الانتقام، لأن الكيان الصهيوني خلال 10 شهور قتل أكثر من 40,000 شهيدا في قطاع غزة، أكثرهم من النساء ومن الأطفال. لكن نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي كان يدعي نحن لا نقتل الأطفال ولا نقتل وهذا النساء. هذا ما يدعي به نتنياهو دائما، ويدعي به الكيان، أنه هذا الكيان يدافع عن نفسه ويدافع عن وجوده في هذه المنطقة. أنتقل إلى ست زينب، وقراءتك لهذا الخطاب، يعني خطاب السيد حسن نصر الله أبدا ما قل بالقوة عن خطاب الإمام الخامنئي باستخدام المفردات والتعابير الدقيقة والصحيحة والقوية للرد على الكيان. نعم، كان خطاب السيد حسن نصر الله يعني متوازيا جدا مع خطاب السيد القائد، لهجة تهديد متصاعدة جدا، ولكن في نفس الوقت كلاهما كانا حريصين أن يكونا واقعيين. يعني الأمين العام لحزب الله عندما تحدث في خطبته حصل نوع من يعني بعض الأشخاص يعني الذين يظنون بأنه الحرب الآن الحرب الكبرى والحرب الإقليمية التي تكون على الأبواب والآن ستحصل، وهذه التفاصيل حصل نوع من التهدئة بأنه ليس هكذا تقاس الأمور، إن كان بالنسبة للرد الإيراني وإن كان بالنسبة للرد على اغتيال الشهيد فؤاد شكر، القائد فؤاد شكر. في هذه الحالة هنا بالنسبة لخطاب الأمين العام لحزب الله هناك توازن بين أنه نحن سنرد الأيام والليالي والميدان بيننا، يعني عندما نحصل على الهدف الذي يؤدي إلى رد حقيقي نحن لا نسعى إلى رد وهمي، تماما كما قال السيد القائد بأنه لا يسعى إلى رد شكلي. الآن ثم سيناريو يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام في الإعلام الرقمي تحديدا، حيث ينتشر الذباب الإلكتروني بأنه إيران الآن ستقوم بالاتفاق مع الأمريكيين على ضربة معينة، وهي ستكون ضربة وحتى يعاد دفاعات وهذه التفاصيل. نشر خطاب قديم لترامب عن هذا الموضوع بقصف قاعدة عين الأسد في العراق بالفعل.
نعم، ولكن هنا يعني في الخطابين هناك حديث بأننا نحن لا نسعى إلى فقط تسجيل إعلامي وتسجيل نقاط يتمتعان بالحكمة الاستراتيجية، نحن نسعى إلى رد حقيقي، والرد الحقيقي يحتاج إلى وقت، وبالتالي لا يمكن يعني أن ونحن ننتظر أن نقوم بأخذ القرارات. ما حصل في الجليل الغربي من عمليات قصف، هذه هي بداية الرد على الكيان الصهيوني من قبل حزب الله ومن قبل السيد نصر الله؟ وحتى تم الإعلان في حزب الله بأنه القصف هو رد على المجزرة التي حصلت في شمع، ومن ثم اليوم حصل أيضا مجزرة أخرى في طير حرفة، وبالتالي يعني تم استئناف الرد، تم استئناف فتح جبهة المساندة، وقام السيد الأمين العام لحزب الله بالفصل، يقول قال بأن جبهة المساندة ستستمر، وهذه مختلفة، وهذا هو الرد سيصدر عنها مختلف عن الرد الذي سيكون على اغتيال القائد. طيب أستاذ محمود، بخطاب السيد حسن نصر الله ذكر عبارة المرحلة الجديدة، وممكن هذه العبارة حتى القنوات العبرية ركزت عليها باعتبارها الأهم في خطاب السيد حسن نصر الله، هل ما معناه أنه كل الجبهات راح تدخل في هذه المرحلة وتكون معركة بشكل أكبر ودائرة حرب بشكل أوسع؟ يعني هي المعركة معركة طوفان الأقصى مرت في مراحل عديدة، يعني ربما إلى 4 أو 5 مراحل يعني، ولكن الآن عندما هي الحرب بالأساس بدأت تراوح تقريبا في الأشهر 3 الأولى، بعد الشهر الثالث بدأت المعركة وكأنها تتكرر بشكل يومي، حتى وإن كانت أعلنت الجيش الصهيوني عن مجموعة معارك أخرى، عن الدخول إلى رفح إلى كذا، ولكن المقاومة باقية، وشروط المقاومة في قضية التفاوض باقية، قضية الأسرى باقية، كل شيء باقي في مكانه، ولم تستطع إسرائيل أن تتقدم خطوة في الميدان العسكري، إنما هي اختارت أن تقتل النساء والأطفال علها تستطيع أن تضغط على كورقة ضغط، ليس فقط بالمفاوضة ولكن على أن ينهار المقاومة تنهار. الذي وازن المعركة بشكل عام هو دخول محاور المقاومة الأخرى لدعم وإسناد غزة، هذه هي المعركة الأولى التي تدخل فيها بقية المحاور لدعم محور بعينه، بمعنى كان سابقا غزة دخلت 5 معارك وهي السادسة، مع لبنان كذلك، ولكن مثلا هل سابقا دخلت أنصار الله الحوثيين في معركة مع إسرائيل؟ كلا. هو السؤال الثاني هذا من هنا ينطرح، أنه هل المحاور الباقية راح تبقى بدور الإسناد أم راح تنتقل إلى دور الحرب المباشرة؟ مثلا هل العراق دخل في معركة مباشرة مع إسرائيل؟ أقول لك لا، كانت احنا في حدود معركتنا مع من؟ مع النوع الداعم الى او الساند الى اسرائيل اللي هي القوات الامريكيه. الان هذه كل محاور المقاومه تقاتل في ساتر واحد. ولكل تكليفه. يعني ان حزب الله في لبنان يقاتل في مساحه جغرافيه، هذه هو غير عاجز انه يصل الى الاخرى، لا، هو قادر ان يعني أن يتقدم أكثر وأن يوصل صواريخه وأسلحته إلى مدايات أكثر، ولكن التكليف هذا كذلك التكليف بالنسبة إلى أنصار الله الحوثي. كل جبهة ملتزمة بمساحتها ومنطقة اشتباكها. هذه الإدارة الدقيقة في إدارة المعركة مع غطاء إعلامي ومع دعم من الجمهورية الإسلامية يمثل غرفة عمليات واحدة. هذه أضعفت الكيان وأضعفت قوة الردع عند الكيان؟ يعني لا شك الآن هو أولاً الكل ما يعني يعتقدون أن مساحة إسرائيل كبيرة، كل مساحة إسرائيل هي 20,000 كيلومتر مربع بالضبط بقد محافظة البصرة، وبشكل مستطيل، وأحياناً تضيق إلى أن تصل 50 كيلو من حدود إلى حدود، حتى أن الطيارين أحياناً يدربون خارج أراضيهم. هذه المساحة الضيقة محاطة بدول هي في خصومة وإن كانت بعض حكوماتها معها، يعني مثلا الأردن إلى حدود مع إسرائيل 350 كيلو، صحيح، وصحيح أن الحكومة الأردنية مطبعة، لكن الشعب الأردني
البارحة شفنا فد مظاهرات يطالبون بفتح مكاتب لحماس في عمان. أولا 60% من شعب الأردن هم فلسطينيون، ولا شك الفلسطيني يعتقد أن هذه قضيته يعني، سواء في الأردن أو في الشتات وفي أي بقعة بالعالم، وينفعل ويرى أهله يقتلون. هذه كلها المنظومة اشتغلت معا، كلما تمددت أكثر كلما أخذت بعدا أكثر تطورت. الآن بعد أن قامت عمليات الاغتيال حدثت هذه، غيرت من نمطية المعركة ودفعتها إلى مرحلة جديدة. ربما سؤال حضرتك، ما هي المرحلة الجديدة؟ المرحلة الجديدة أنها يجب إزالة إسرائيل، وهذا ما يتعلق. لذلك اليوم الكل يتساءل عن الرد، والبارحة شفنا العالم كله حذر وإيش قد راح يكون الرد وقوة الرد. لذلك أنقل سؤالي إلى الأستاذ علي، الكل يتساءل عن الرد الإيراني، بأي طريقة شكل هذا الرد؟ هسه بغض النظر عن وقت هذا الرد، باعتباره هذا الرد ممكن يكون رد مفاجئ على الكيان الصهيوني عكس ما هو متوقع ليلة أمس، أنه هذا الرد راح يكون متواجد في هذه الليلة إلى غاية الآن. الرد الإيراني ممكن ما موجود لحد الآن، لكن شكل هذا الرد وطريقته بأي طريقة ممكن أن تكون؟ نعم، باعتقادي بدأ الرد، يعني الحرب النفسية بدأت من الليلة الماضية. الليلة الماضية لم ينام الكيان الصهيوني بشكل مرتاح، لأنهم كانوا يعيشون كفئران تحت الأرض. بعض الصور تشير أن شوارع في تل أبيب خالية تقريبا، وتقريبا تشبه بمدينة أرواح. لهذا السبب نستطيع أن نقول بدأت الحرب وبدأ الرد من الليلة الماضية عبر الحرب النفسية، لأن الرد في هذه المرحلة سيكون ردا حجينا أو مركبا، وهذا الرد أكيد سيكون موحدا منسقا جويا وبحريا، وإذا لزم الأمر أيضا بريا. ولهذا السبب الرد سيكون ردا قويا، ردا حتميا أقوى. أقوى ممكن أن يكون الرد شكله أقوى من الرد بأبريل الماضي؟ أكيد أكيد الرد سيكون أقوى، لأن ممكن بعض يقول عملية الوعد الصادق كان استعراضيا أو استعراض القوة، لكن في هذه المرحلة الرد سيكون حقيقيا وواقعيا، لأن الكيان الصهيوني انتهك أراضي إيرانية، انتهك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر اغتيال ضيفها السيد إسماعيل حنية في طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لهذا السبب لن تسكت إيران أمام هذه الجريمة النكراء وأمام هذه العملية الجبانة. اليوم كل العالم كما قلت لكم وكل شعب الإيراني يطالبون بالرد ويطالبون بالثار والانتقام من كيان المجرم وكيان القاسب، كيان الصهيوني. وحتى أمريكا لا تستطيع أن تفعل شيئا، لا تستطيع أن تمنع رد إيراني ورد محور المقاومة. كيان الصهيوني لديها خوف، لديها رعب، وهو يجب أن ينتظر. وهذه المرحلة أيضا جزء من الرد الإيراني ورد محور المقاومة، حرب نفسية. وهذه مثل ما ذكرت هي بداية الرد، مسألة الحرب النفسية. أنقل سؤالي إلى أستاذ زينب بما يخص موضوع الرد. هل أنه الرد راح يكون فقط من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أم أنه الرد راح يكون موحد باعتبار دخلنا إلى مرحلة جديدة من الصراع مع الكيان الصهيوني، فموضوع توحيد الجبهات والرد راح يكون بهذه الطريقة؟ نعم، من المتوقع يعني وبحسب المتداول من الجميع سواء من الولايات المتحدة أو من الكيان أو من حتى من بعض التصريحات الإيرانية، تحدثت عن أنه الرد سيكون موحد لكي يظهر
مدى قوة محور المقاومة بطبيعة الحال لاستعادة الردع، لأنه نحن الآن بحاجة لاستعادة الردع من أجل السيناريو الآخر الذي كنت أريد أن أتحدث عنه في المنطقة. ولكن قد يعني يجب أن تكون كل السيناريوهات يعني مطروحة، يعني يمكن أن لا يكون الرد من جميع الجبهات، وأن يكون فقط من إيران وثم من بعدها ضربة من اليمن، ومن ثم بعدها ضربة من لبنان وضربة من العراق، وأيضا ستكون بهذه الطريقة مؤلمة. لذلك ليس علينا أن نعطي السيناريو الأكيد، يعني لأنه دائما وحتى إيران يعني تعتمد استراتيجية الغموض يعني في هذه المسائل، ويجب مفاجأة العدو يعني، وهناك ثمة إمكانية بأن يتغير هذا السيناريو. وضع الكيان يسمح له بمواجهة كل هذه الجبهات بعد حرب مستمرة لأكثر من 10 أشهر، بعد خسائر اقتصادية عسكرية، خسائر بالبنى التحتية، بالنسبة للكيان؟ الكيان إذا كان لوحده لكان قد سقط منذ أشهر، بل كان قد سقط منذ الشهر الأول، ولكن خلف الكيان الولايات المتحدة. يعني في الحالة التي تدعم فيها الولايات المتحدة هذا الكيان، يعني لا يمكننا أن نقول، يعني لنكون واقعيين، لا يمكننا أن نقول أننا سنتمكن من تحقيق نصر شامل على الكيان بسبب دعم الولايات المتحدة ومن خلفه الغرب. أيضا لاحظنا أنه عندما حصل التحالف، ما يسمى بتحالف الازدهار أو حفظ الازدهار يعني على اليمن، تدخلت بريطانيا وأرادت من حلفائها في المنطقة أيضا بأن يتدخلوا. دائما الولايات المتحدة ستشرك يعني أصدقائها وحلفائها الغربيين، وبالتالي ثمت قوة كبيرة خلف الكيان من شأنها أن يعني هي تحاول أن تحافظ على موازين القوى في هذه المنطقة. ولكن إذا لم تنتهي الحرب بهذه الحرب الكبرى التي فعلا ستغير النظام العالمي إلى التعددية القطبية، سيكون ثمة نوع من يعني لن تستعيد المنطقة النظام بشكل طبيعي كما كان سابقا، ولكن سيتم يعني تقويض هذا النظام إذا صح التعبير، ولم يتم تحقيق النظام الذي أرادته الولايات المتحدة والسعودية. أيضا هم الآن أخذوا المنطقة نحو الازدهار الاقتصادي، وأخرجوا القضية الفلسطينية في تعاطيهم مع إسرائيل كمتغير، كأحد المتغيرات في العلاقة مع إسرائيل. لذلك تحاول أمريكا دائما الاستمرار بهذا الدعم. وبهذه النقطة أسألك أستاذ محمود، لأي درجة اليوم قادرة أمريكا أن تستمر بدعمها للكيان؟ يعني نسمع أنه بالداخل الأمريكي مظاهرات وانتفاضات طلابية خلال الفترة الماضية برفض السياسات الأمريكية ورفض سياسة البيت الأبيض بالدعم المستمر للكيان الصهيوني، فبالتالي قادرة أمريكا أن تستمر بهذا الدعم رغم الرفض الداخلي؟ شوف، الظروف التي سبقت معركة طوفان الأقصى هي تصب لصالح معركة طوفان الأقصى، لصالح غزة ولصالح القضية الفلسطينية. شلون هذه؟ أمريكا اللاتينية في هذا الظرف، اليسار بدأ يصعد في كل أمريكا اللاتينية قبل معركة طوفان، بهاي الدول كثيرة تغيرت حكومات وجاءت حكومات عقيدتها وأفكارها يسارية وأقرب إلى نفس الروح التحررية الموجودة عند القضية الفلسطينية، وعلاقاتها بالصين أيضا تحولت. كانت الميزان التجاري بين الصين وأمريكا اللاتينية عام 2010 فقط حوالي 10 ملايين، إلى الآن 230 مليار، يعني أضعاف. فهذا العدد الكبير بدأت يضعف النفوذ الأمريكي داخل هذه المنطقة. كذلك أقلقتهم القضية مع تايوان والصعود السريع للصين، ليس في البعد الاقتصادي إنما في البعد العسكري والنفوذ السياسي. كانت الاتحاد السوفيتي سابقا فاعل وقوي في البعد العسكري، ولكن هذا لا يكفي في إدامة الحضارة. حضارة تحتاج إلى توازنين، أن تكون في الجانب العسكري تسليحي وفي الجانب المدني. الآن البضاعة الصينية تدخل إلى كل المطابخ الأمريكية، محاصرين في البضاعة الصينية. والصين ليس بعيد عن الولايات المتحدة كما يعتقد البعض، هم كل معا في المحيط الهادي. صحيح المسافة بعيدة، ولكن هنا الصين، وفي المقابل على المحيط الهادي هنالك 4 ولايات أمريكية ثلث سكان أمريكا مقابل الصين. هذا تهديد كبير يعتبر ضمن المنطقة. أقوى أصدقاء
أمريكا، في آسيا هم الآن يحيطون الصين. هذه كلها مشكلة إلى وحرب أوكرانيا. أنت في هذه اللحظة الحرجة من التاريخ، هم منشغلون بهذه الأمور، أنت تحدث معركة طوفان الأقصى، ولا بد لأمريكا أن تنقل سلاحها وأسلحتها وتستمر إلى هذا الميدان. هذا يقلق أمريكا. أمريكا عندما دخلت معركة طوفان الأقصى هي مطلوبة الدين عليها 34 تريليون، وهذا أعلى رقم دين في تاريخها. عندما دخلت أمريكا معركة طوفان الأقصى منقسمة إلى نصفين، أهل الشمال وأهل الجنوب. فبالتالي هذا الدعم هو مسألة وقت للكيان، نحن نعتقد ممنوع منهجية وثابت هذا عند السياسة الأمريكية. سيد الخامنئي سنة 2021 قال بعد 25 عام ستنهار أمريكا وتزول إسرائيل. طيب عندما حدثت قبل يومين غرد نزل فد، ماذا قال؟ قال سرعت من زوالها. يعني تقلل من 25 سنة 2025 سنة، إنما أحيانا هي سرعت من زوالها بعد هذه العمليات. وما يقع على إسرائيل يقع على أمريكا. نعم، لارتباط المصير والارتباط السياسات المشتركة بين البلدين. أنتقل لك أستاذ علي بمسألة نقطة ذكرتها مداخلتك السابقة، مسألة الوساطات ومحاولة استيعاب الرد الإيراني والرفض الإيراني لكل هذه الوساطات. تفاصيل هذا الموضوع. هذه الوساطات وهذه المحاولات لن تفلح ولن تنجح في هذه المرحلة، لأن كما قلت لكم هناك تم انتهاك سيادة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهناك أيضا كان السيد القائد المجاهد الكبير السيد إسماعيل حنية ضيفنا داخل بلدنا، وإيران لن تسكت على هذه الجريمة وهذه العملية الجبانة. حسب القوانين الدولية والأعراف الدولية يجب على إيران أن يرد على هذه جريمة وعلى هذه العملية الجبانة عبر أصدقائها وعبر أيضا خلفائها بشكل موحد عبر محور المقاومة. كما قلت اليوم كل العالم يطالبون بالانتقام، ولهذا السبب إيران لا تستطيع أن تسكت، ويجب عليها أن ترد على هذه العملية الجبانة وعلى هذه الجريمة. هل أن الرد فقط راح يكون رد عسكري، أم أن هنالك ردود سياسية، ردود قانونية؟ نسمع أن التحركات في مجلس الأمن بدأت من الجانب الإيراني. قبل الإجابة أشير إلى بالاختصار شديد، كيان الصهيوني لا يستطيع أن يصمد أمام محور المقاومة أسبوعا واحدا إذا لم تكن هناك دعم من قبل أمريكا. و محاولات إيران والرد الإيراني كما قلت لكم رد مركب ورد هجين سياسيا وعسكريا. الآن قبل يومين هناك يوم الأمس هناك اجتماع في مجلس الأمن، وهناك أيضا بعض الاستشارات بين مسؤولين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسؤولين دول المنطقة، وهناك محاولات سياسية، وأيضا هناك أكيد سيكون رد عسكرية. لأن كما قلت بدأ الرد بالحرب النفسية، لكن هذه المرحلة الأولى. الرد في هذه المرحلة سيكون خلال مراحل عديدة، والرد الآن بدأت بالحرب النفسية وفي المراحل وممكن أن يكون تصعيد بقادم الأيام. نعم ست زينب، ما يخص الدول والحكومات العربية، يعني نسمع أنه مصر والأردن رفضت استخدام أرضها أو فضائها الجوي للرد على الكيان الصهيوني. بعض الحكومات الخليجية ما نزلت حتى بيان بشهادة القائد إسماعيل هنية. فبالتالي بأي طريقة ممكن نفسر مواقف هذه الحكومات؟ بالنسبة للأردن هم رفضوا استخدام أراضيهم، ولكن هم يقصدون من جهة إيران صوب يعني الكيان. الأردن ليس لديها خيار استراتيجي إلا أن تكون يعني مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل يعني، وليس لديها خيار استراتيجي آخر.
بطبيعة الحال. أما بالنسبة لمصر من الملاحظ مثل تركيا أيضا، هم الآن يحاولون، هم يعرفون أنه ما بعد طوفان الأقصى ليس كمقابل طوفان الأقصى، وما بعد طوفان الأقصى المستقبل يعني هو للدول التي دعمت القضية الفلسطينية. يجب أن يفهم الجميع جيدا، ولا أدري إن كانت الدول الخليجية يعني لا تعرف بأنه القضية الفلسطينية هي قضية رابحة دائما، وهي قضية تكسب دائما لدى أي نوع من أنواع الجماهير. وبالتالي كما فهم أردوغان وعاد التعادة يعني عدد وصلته إلى القضية الفلسطينية كانت ملتبسة يعني في بداية الحرب، الآن نلاحظ بأن السيسي أيضا يحاول أن يضع له قدما يعني إلى جانب القضية الفلسطينية من خلال الترويج بأنه يشبه عبد الناصر وبأنه نصير يعني لقضية العرب الأولى. ولكن الدول الخليجية من المتوقع إذا استمرت بهذا النوع، طبعا نحن نتحدث عندما نقول الدول الخليجية فنحن نتحدث عن السعودية وعن الإمارات باعتبارهما اللاعبان الرئيسيان يعني في مجلس التعاون الخليجي، وكلاهما يعملان يعني ومنذ فترة ومنذ مدة طويلة. هذه المواقف راح تأثر على القضية بصورة عامة، على قوة القضية، أهمية القضية عند كل بلدان محور المقاومة وعند كل الأحرار حول العالم. أنا مش أن أقول شيئا، من المتوقع بأنه هذه الدول إذا يعني على الأقل لا تستطيع الآن في هذه القضية، قضية اغتيال هنية تحديدا، لا تستطيع بأن تكون أن تفتح مجالاتها أو أن تساعد في صد الصواريخ الإيرانية كما فعلت مثلا عندما تم اغتيال قائد إيراني في دمشق، لأنه الآن نتحدث عن قائد عربي تم اغتياله في إيران. يعني القضية ليست نفسها بطبيعة الحال، وهي بالنهاية يبقى لديها جمهور ويبقى هناك رأي عام تحتاج إلى أن تقوم بمسايرته مهم هذا الحال. ولكن من المتوقع هذه الدول، النقطة التي أريد أن أقولها يعني فضل. بالمستقبل ما بعد طوفان الأقصى، بأنها سترضخ للولايات المتحدة بأن تقوم بالتطبيع العلني يعني لكي تحاول أن تقدم نوع من النصر للكيان ولنتنياهو. طيب أستاذ محمود، هذا التساؤل المهم طرحته سيد زينب، يعني بالتالي اليوم شنو المبرر لهذه الدول؟ ما هو القائد، قائد عربي شهيد عربي مقاوم لقائد المكتب السياسي لحماس، مقاوم ضد الكيان الصهيوني، فشنو المبرر اليوم لقادة وحكومات هذه البلدان؟ لا، بالنسبة لدول الخليج هي محميات أمريكية، لا تستطيع أن تخرج عن الإرادة الأمريكية، يعني خروجها عن الإرادة يعني سقوط هذه الحكومة نهايتها بالضبط. فلذلك لا نستطيع أن يعني لعدها جيش لعدها كذا، أنت لا تسمع السعودية الآن اشترت كذا وميزانها العسكري وهم، هاي أموال تدفعها للشركات الأمريكية حتى تبقيها بالسلطة يعني. بس أبو الأردن استخدم اللي عنده من إمكانات. أما الأردن بصد المسيرات والصواريخ الإيرانية. لا، أما الأردن فذاهبة بعيدا في المشروع الأمريكي ومنخرطة تماما مع المشروع الصهيوني، مايهم وكهرباءهم والتبادل، حركتهم التجارية واقتصاد المشترك. فوق هذا هم عندهم 4000 خبير أمريكي عسكري في داخل قواعدهم، داخل كل معسكراتهم، يعني ماكو معسكر الآن في داخل الأردن إلا وفي خبير أمريكي، لا يستطيع أن تخرج لحظة واحدة. هم يعرفون هنالك خطر في الأردن، يعني الروح الأردنية، العقيدة، الشعب مخالف للحكومة. طيب. ولكن أيضا الحكومة لا حول ولا قوة عندها سوى أن تذهب. الخيار الآخر مباشرة تسقط السلطة وتنهار وربما تسحل هذه الحكومات، فهم باقين يدافعين كل اللي عندهم حتى يبقون بالسلطة. أما واجبنا إحنا أن نحث الشعب الأردني، نبقى على تواصل، نخرج هاي من دائرة. إحنا لا يجوز أن نحمل الأردنيين، الشعب الأردني، ما نحمله الحكومة، يعني تصرفات الحكومة الأردنية شكل وشعبها شكل آخر، ولذلك عليه أن كذلك الشعب المصري باقي جبهات قادرة على أن ترد رد قوي على الكيان وتوقف هذا الكيان عند حد بعد كل هذه الجرائم والاغتيالات. سيدي الكريم، نحن محور المقاومة ذاهبون إلى الحرب، من يتحق بنا فأهلا وسهلا يكسب هذا الشرف الكبير، ومن لا ومن يتخاذل فيتخاذل. ونحن غير يعني عندما ذهبنا لم نعول على هؤلاء، إنما نعول على أنفسنا.
أحسنت، هذا أفضل ختام. أنا أشكرك الأستاذ محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، وكذلك أشكر الأستاذ علي أكبر برزنوني الإعلامي والباحث في الشأن السياسي من طهران، وكذلك الست زينب عقيل الباحثة في الشأن السياسي من بيروت، والرحمة والغفران لكل الشهداء الأحرار حول العالم، والمغفرة والثبات إن شاء الله لكل المقاومين باتجاه هذه القضية وباتجاه الكيان الصهيوني وداعمه الأكبر أميركا. نلتقيكم إن شاء الله في تغطيات أخرى، في أمان الله.